رح ننتقل لفقرة جدا مهمة اليوم. نعرف انه اللغة هي اللي بتساعدنا لحتى نعبر عن افكارنا ومشاعرنا، ولكن اليوم كتير مهم انه ننمي هاي اللغة ونطور الحصيلة اللغوية عند اطفالنا بمرحلة كتير حساسة بتكون بحياتهم، وهي مرحلة النمو. كيف بتساعدونا لحتى يعبروا عن افكارهم ومشاعرهم، وحتى بتسهل عليهم عملية التواصل معنا ومع العالم الخارجي اليوم يا هايدي؟ أكيد عفاف، بما أنه دائماً بصباحنا لما نحكي عن أي موضوع اليوم بهم الأطفال، لابد أنه نعطي نصائح كتير مهمة لكل الأهالي اللي عم يتابعونا أكيد، ولكل المدرسين عن أهمية تطوير الحصيلة اللغوية عند أطفالنا من عمر صغير. اللغة كأداة أساسية للتواصل مع الناس اللي حواليهم، للتفاعل، لحتى يعبروا أكثر عن مشاعرهم وآرائهم وأفكارهم. كيف ممكن اليوم نطور هي اللغة عند أطفالنا، وشو هي الطرق الصحيحة؟ تفاصيل كتير مهمة رح تخبرنا عن ضيفتنا لليوم الدكتورة خنساء البدوية، اختصاصية تربوية. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا، اشتقنا لك بعد زمان ما طلعت. أهلا وسهلا. اليوم عم نحكي عن موضوع كتير مهم، يمكن وخصوصا للأشخاص اللي عندهم هيك أطفال لسه صغار ومرحلة النمو من حياتهم. اليوم كيف ممكن، أو خلينا نحكي أول شيء عن أهمية تطوير الحصيلة اللغوية عند هذا الطفل لحتى يقدر هيك يكون أكثر تفاعل وتعبير. اول شيء يسعد صباحكم. دائما بنقول انه الوسيله الاولى لتناول الحديث مع الطفل هي المناغاه بالشق الاول. يعني اليوم نحن اول ما بيولد الطفل عندنا، اول اللحظات الكلاميه بنشوفها معه هي المناغاه. بتبلشي بتناغيله بناغيلك، بيعطيكي التفاعل الصوتي باسلوب نغمات بسيطه. فيما بعد بس يكبر ببلش يطلع عندنا الكلمات اللي بصير يتداولها سمعيا، اللي هي ماما، بابا، دادي، مم، أوح مثلا، أو بدل روح، أو هاي القصص. بنبلش بالتفاعل الكلامي البسيط كتير ودقيق كتير، لنروح لكلام واضح ناضج، لجمل تخاطبية، لحتى أصير وضح الأسلوب الكلامي تبع أنه كيفك، أنا اشتقت لك، بدي روح معك، جوعان، بدي أكل، بدي أشرب، إلى آخره. فاليوم أول وسيلة للتفاعل مع الطفل أو الأسلوب الأساسي للكلام مع الطفل أني أنا أتلقى منك موسوعة كلامية دقيقة. اليوم الخطأ الأكبر يلي بنرتكبه نحن كأشخاص أنه نروح للكلام مع الطفل من زاوية خاطئة. اليوم أنا إذا بدي أحكي معك ما بصير إلك أحبا بدل مرحبا، بيكونوا مبسوطين هنا. نحن طاير عقلنا بالكلام لا شك، إنما أو ننا مثلا إذا جوعان ننا، يعني شو ده شو بعرفني. بس هي على قد ما حلوة الكلمات بتطلع من الطفل، فنحن بنصير منترددة بأسلوب كتير لذيذ، وبصير بيعطينا إياه هو، بيعتبره وسيلة سلاح لإله، إنه هو بيعرف نحن بنعطيه الشيء اللي بيحبه مقابل إنه يحكي الكلمة اللي نحن بنحبها. على قد مو حلوة على قد مو أثارة سلبية كتير كبيرة على الأطفال بالمستقبل، ولازم كتير يمكن الأهالي يكونوا منتبهين لهي النقطة. دكتورة خنساء، خلينا نحكي اليوم عنا شخصيات من الأطفال، عندك العنيد العصبي، اليوم نحن كيف بنقدر نتعامل مع هدول الأطفال لحتى نعزز هي اللغة عندهم؟ في طريقة معينة لحتى نتعامل مع كل طفل؟ مارك توين بيقول الشخص القادر على التعامل مع الطفل هو شخص يجب أن لا يكون حازم، يجب أن يكون مطاطي. اليوم نحن الوسيلة التعامل مع الطفل بأي نوع من أنواع الأطفال، العصبي، الهادئ، المتفاعل اجتماعيا، الطفل القيادي اللي هو أكثر شيء بيكون بارز وطريقة إقناعه كتير بتكون صعبة، أو أسلوب التواصل معه كتير بيكون صعب، الطفل خلينا نقول العنيف أو العنيد، كل نوع من انواع الاطفال عندك وسيله للتعامل معه. اليوم كثير صعب انه انت تتعاملي مع الطفل الهادي بطريقه خلينا نقول فيها شقاوه، لانه هو ما اعتاد الطريقه الشقيه، فكيف اذا بدك تتناولي معه الكلام باسلوب انه غير اعتيادي، فهو ما راح يعني يتناول معك الحديث غير بالاسلوب البارد او الهادي اللي هو بدنا. كثير موجودين كمان بالمجتمع اشخاص كثير بتحكي معهم فبيردوا عليكي بكلمة أو كلمتين فبيستفزوكي من جوا، أنا حكيت جريدة، هو حكى كلمتين، طب تواصل معي بأسلوب أكبر، أعطيني كلمات أكثر، لا بيقلك إنه أنا ما بقدر، هيك تعودت أو هيك ربي. فنحن البادرة الأولى بتكون بإني أنا أتعامل مع الطفل بطريقة الموسوعة. يعني اليوم أنا مثلا إذا بدي أحكي معه لازم صنف الأشياء، إذا بدي أقول له مثلا اليوم شفنا مثلا ترين أو قطار كان اللون أحمر وأسود، كان داخله مثلا سحابات زرقاء، بعين له الإشارات اللي موجودة عليه،
شو الأحرف والكلمات اللي موجودة عليه لحد ما يصير عند الطفل خلينا نقول أسلوب تبع أنه أنا راقب عن كثب أكثر وراقب بدقة أكثر أعرف التفاصيل. فهون بيصير الطفل عنده أسلوب كلام أكبر، أداء أكبر بالكلام. بنلاحظ بنصير هون أنه لا هو عم يتعاطى الكلام بشكل أكبر. هلأ حكيتي أنه أهم صفة لازم تكون موجودة عند الشخص اللي بده يتعامل مع طفل أنه يكون فليكسبل، يعني كتير مرن وكتير عنده روح طويلة لحتى يتعامل مع هذا الطفل. طيب اليوم أكيد في طرق مختلفة لحتى نتعامل مع الأطفال، لأنه كل طفل حسب كمان شخصيته، إذا هو عنيد هو بيحكي كتير، هو هادي هو عصبي، في أكيد طرق للتعامل مع هذا الأصناف. لكل طفل اكيد نقطه ضعف انت بتجي منها. اليوم الطفل مثلا اللي خلينا نقول العنيد هو شخص عاطفي جدا بيكون، فانت بتتعاملي معه من الناحيه العاطفيه انما مع كسر الارقام الروتينيه. يعني انا بدي اتعامل معه بشكل عاطفي انما مو دائما، لانه بصير في هون تعلق عاطفي. فبصير سبق لك بقى كمان انه اذا شخص عنيد بتتعامل معه بعاطفي. اكيد اكيد الكبير قبل الصغير، لانه الصغير هو اعتاد هذا النمط فكبر عليه فصار عنده عادة. فنحن هون بهي الحالة بنتعامل معه بالأسلوب العاطفي إنما بحزم ببعض المواقف، لأنه بس يصير في تعلق عاطفي بشكل كبير بيصير ردات فعله أو الكلام أو الحديث تبعه ناتج عن الأسلوب اللي أنت بتعطيها. بتكوني حدا مرن مرح معه هو دائما متفاعل مع الكلام، يعني بتكوني مثلا معه على الدقرة أو مثلا على الحرف أو مثلا تصرف معك تصرف خاطئ أو أي شيء يعني غير لبق، فأنت حزمتي ووقفتي فهون صار عنده ردة فعل غير إيجابية. فبصير عندك هون مثلا صمت الكلام أو الحبسة الكلامية ممكن، طبعا هون اللي بتكون المؤقتة الغير مقصودة تبع أنه أنا مالي متقصدة إنما نتيجة صدمة نفسية صارت عندي. تمام. بتلاقي اليوم يمكن نسبة من الأطفال عندها اهتمام كتير كبير بالقراءة والقصص من عمر صغير. تمام. على العكس يمكن نسبة من الأطفال. طيب هذا الشيء اليوم هي القراءة لهي القصص إن كان هنون عم يقرأوا أو حتى أهليون مهتمين بهذا الموضوع عم يقرأوا لهم حتى ينموا لهم اللغة بعدين، قدي مهم اليوم لحتى إذا فينا نقول تعز تعزيز الحصيلة اللغوية عند أطفال. أكثر وسيلة قادرة على تعزيز اللغة عند الطفل هي قصة ما قبل النوم أو السرد الكلامي مع الطفل. نحن ربينا على القصة تبع التيتة وجده وأنه شو حكت لنا ماما قبل ما ننام، لدرجة بتوصي مع الطفل وقت بتقولي له حكي لي حكاية، فبيقول لك مثلا الحكاية أنه ذئب أكل قطة راح توتة خسرت الحتوتة. حكالك من القصة اللي أنت عطيتيها ثلاث كلمات، مرة تانية بترجعي بتطلبي منه يسرد ذات القصة فبيعطيك المحتوى تبع القصة بكلمات أكبر هيك لحد ما يوصل معك لسرد القصة بالشكل الكامل. هون بنقول الأسلوب البحث لتعليم الطفل أو القادر على إخراج بيئة كلامية خصبة عند الطفل هي أسلوب التعزيز الكلامي من خلال قصة، من خلال مثل ما حكينا السرد الواقعي للأشياء بحيث أنه أنا أعطي تفاعل للبيئة الكلامية، أحاول أنه أوسع معه المحتوى الكلامي بشكل أكبر. كمان ذكرتي دكتورة أنه في أطفال بيجابوا بإيه أو نعم أو ممكن هنون طبعا كتير هادي فأنتي بدك تستفزي، ممكن هون الاستفزاز هذا ما يجي بنتيجة معه. في طرق تانية لحتى نشجع هذا الطفل حتى أنه يصير عنده مرونة أكثر بالتعبير أو يستخدم اللغة بطريقة صحيحة أكثر؟ طبعا هلأ نحن مو دائما نستخدم أسلوب الاستفزاز مع الطفل، لأنه أنا ما فيني دائما استفزه لأنه عرف الوسيلة تبعي بهي الحالة، خلص عرف أنه أنا بس بدي إياه يحكي رح أتصرف معه بهذا التصرف، فهو مسبقا عرف الوسائل تبعي. دائما لازم يكون في تجديد بالوسيلة. استخدمت معه مرة التعزيز الكلامي، مرة التعزيز الإيجابي، مرة تعزيز النقطة الصلبة عنده. كيف يعني؟ بأنه أنا دائما يكون عنده بوادر أنه أنا عززت عنده نقطة معينة عطاني، طب المرة اللي بعدها لا، بخفي الأسلوب تبعي تبع التعزيز نفترض أو الشيء اللي أنا بدي أعطيه مقابل أنه أنت إذا عملت هيك أو تصرفت بهي الطريقة في شيء كتير مهم راح بيصير. فأنا هون عم بفتح الزاوية العقلية عنده تبع أنه يا ترى شو مخبية مثلا عفاف، يا ترى راح تعمل هيك، راح تاخذني مشوار، راح تشتري لي لنفترض مجموعه اللي هو متمنيه او حابه، ناطر شيء هو عم يعني يفكر فيه. فانت هون عم تفتحي الزوايا العقليه تبعه تبع انه يفكر اكثر، يصير عنده اسلوب نمطي بالتفكير متجدد. يعني انا ما ثبتت تفكيره او ما ثبتت البيئه الكلاميه تبعه على محتوى معين.
كثير حلو انه نحن ما بس عم ننمي لغه، عم ننمي طرق للتفكير. قد ايه كثير مهم هيدا الشيء. اليوم يمكن نحن بنعرف قد ايش البيئه المحيطه اللي عايشين فيها الناس اللي حوالينا بياثروا علينا بشكل كبير، ان كان بالايجابي او السلبي، ولكن شو تاثير البيئه المحيطه اليوم على الحصيله اللغويه عند الاطفال؟ إذا لاحظتي بالآونة الأخيرة أكثر الأطفال هي غير متحدثة أو غير متكلمة. صحيح. صار عندنا أطفال صامتة نتيجة الوسائل الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي اللي 24 ساعة الطفل قاعد عليها. الصمت مو ناتج بس عن الطفل، ناتج عن صمت الأبوين. صارت الآباء ما تتواصل كتير مع أطفالها، فصار عندي الآيباد هو المتواصل للأكبر. من المعروف أن الطفل يتابع الأفلام الكرتونية أو أي صفة كرتونية أو ملونة من خلال العين، نظرة العين، فبصير التخاطب عيني، فبصم أنا مبدأ السمع. إذا بتضربي مدافع قدامي أنا مو معك أبداً، بتلاحظي بتناديله أكثر من مرة، لنفترض اسم معين، بشار يا بشار، ولا هون بشار، طب وين أنت؟ أنا عم نادي لك ولا بيرد عليك. طب السبب؟ لأنه أنا متابع شيء، مبدأ السمع عندي موقفه كلياً. هذا الشيء اللي نحن بنقول دائماً عليه بآلية العمل تبعنا، إنه الآيباد مثل ما قالوا أكيد مساوئ، له أكيد إيجابيات، بس عند فئة معينة من الأطفال اللي هي خلينا نفترض أطفال التوحد والمتلازمة، وقت اللي بصير عندهم بتنمي الوسائل التعبيرية للغة. إنما الأطفال الطبيعيين كتير صعب تتعاملي معهم بهذا الأسلوب أو بهي الناحية خلينا نقول التعليمية، إلا لبعد عمر الأربع سنوات اللي هي متاحة نوعا ما، لأنه هون أنت عم تجمدي الآلية العقلية عند الطفل، عم تجمدي الوسائل التعبيرية، عم يصير تعبيره بأنه خلص المهم تعطيني الآيباد تبعي، المهم أنه أنا أتواصل من شان هي الآلية اللي أنا بدي إياها. اليوم عم نحكي عن موضوع يمكن خطورته للمستقبل أو تأثيره على المستقبل يمكن يكون كتير بشع. الشخص ممكن تصير عنده يكون شاطر بالمدرسة، شاطر بالمهارات عنده، بس ما عنده لغة التواصل مع الأشخاص التانيين، فبيكون عنده فقر بالكلمات وفقر باللغة وفقر حتى بالإحساس والتفاعل مع العالم التانيين على كبر. طب اليوم يعني ممكن الأهل ما يكونوا كتير فاضيين يفتحوا أحاديث ويهتموا زيادة وكذا وكذا، طب أوكي، طب شو في طرق هيك بسيطة شوي مشان ما يضل الحجة عند حدا اليوم لحتى اسحب الحكي من طفلي او لحتى علمه شلون يحكي او يتفاعل اكثر بطرق تكون كثير بسيطه او باسئله ممكن تكون بسيطه؟ المصيبه هلا عفاف انه نحن بالمدارس تحددت اليه معينه لقبول الطفل بالمدرسه. اليوم الطفل ما بيدخل صف اول او ما بيدخل روضه، انتبهي، روضة خاصة أو عامة أو أي إن كان، إذا ما كانت الحصيلة اللغوية عنده مرتفعة. يعني اليوم الطفل وقت اللي بده يروح لينقبل بروضة، إنه المفروض يعرف التفاحة، الألوان، الأشكال، الأحجام، الصفات التعبيرية بالشكل الكامل للأشياء المحيطة فيه. اليوم إذا بدك تسألي شو الفرق بين الصبي والبنت، بده يعرف بطول الشعر، شكل الجسد، الملامح الأنثوية عن الملامح الذكرية. طفل لازم يعرف ببيئة عمر الخمس سنوات. فأنت عم تحكي عن طفل منفتح نوعا ما وعن آليات هي خلينا نقول تعممت للأطفال بشكل كتير دقيق. وقت اللي منقول شو الوسائل الأولية اللي لازم نتبعها، نحن منقول دائما الحديث بشكل دائم مع الطفل، استخدام وسائل تعبيرية متتالية معه. اليوم ما فيني أقول للطفل كيفك واستنى ليرد عليه، ممكن سؤال صغير مثلا ما بيكلف كتير من الوقت أو من جهد، شو صار معك اليوم مثلا، شو عملت بالروضة، شو أكلت، شو حكيت أنت ورفيقك. هذا الشيء حتى بيخلي الطفل أقرب للوالدين، أقرب للأخوة. حتى اليوم الطفل بيصير حتى ثرثار مثل ما بنقول نحن بالمحتوى العامي، قرار. الولد بيحب يحكي ماما أنا صار معي هيك، وقعت عن حتى إذا وقع ونصاب بده يسرد له بالسرد الطويل تبع شو صار. طب خلص حاجة، لا خليه يستمر بالكلام، لأنه بتوصي معه لمرحلة إنه هو قدراته العقلية لو مو مرتفعة هو ما عم يسرد معك بشكل عالي. المعروف كمان إنه الأشخاص الثرثارين أو كثيري الكلام هن أطفال أو أشخاص محتوى الذكاء أو القدرة العقلية عندهم مرتفعة، مشان هيك ما بيصير عنده كبت للأسلوب الكلامي. طيب خلينا نحكي عن فكرة كتير منشوفها وهي كتير مهمة. اليوم بتلاقي كتير من الأهالي بيسجلوا أطفالهم بمدارس أو روضات كلها فيها لغة أجنبية
لحتى يقووا هي اللغه عندهم، بيكونوا مبسوطين انه عم يتعلموا لغه لحتى تفيدهم بالمستقبل، ولكن يمكن بعد فتره بتشوفي هذا الطفل عم يكبر واللغه العربيه عنده معدومه. قديش غلط هذا الشيء، وقديه نحن لازم اليوم نشتغل على اللغه العربيه من هنن وصغار، بعدين نحن قادرين ننمي لهم هي اللغات الاجنبيه اللي اكيد فعلا ممكن تفيدهم بالمستقبل. البيئه تبع انه انا علم طفل لغه اخرى ابدا مو خطا نبلش مع الطفل باستخدام لغه اخرى، ولكن ايمت وقت اللي بيتجاوز عمر الخمس سنوات وهو يفضل اذا كان في عنده لغه ام. احنا وقت بنقول على اطفال الدول الاوروبيه او الاجنبيه انه في ظاهره انه طفله بتتكلم سبع لغات متتاليه، الفرنسيه الايطاليه اليونانيه الصينيه الانجليزيه والفرنسيه وخلينا نقول اللغه الاسبانيه. فوقت بتتناول طفلة بعمر الأربع سنوات سبع لغات متتالية بصفة واحدة، نحن هم شو بيصير عنا أنه أنا لازم شجع ابني على أنه يمارس أسلوب اللغة الأخرى؟ لا طبعا، لأنه الطفل العربي غير قادر على دمج لغتين. اليوم أتقول أنا طفل عربي من أصعب اللغات تعلما وأكثرها يعني خلينا نقول صعوبة على اللسان، وهي ما لها مدينة هي اللغة العربية. كثير سهل اتعلم لغة انجليزية واتعلم فيما بعد لغات اخرى لانه بتصير البيئة الكلامية متقاربة، بس كثير صعب اتعلم لغة عربية وبعدين اجي انا مثلا اقول انه انا بدي او اتعلم لغة فرنسية او انجليزية بعدين اقول بدي اتعلم لغة العربية. وهذا الشيء كثير عم نشوفه بالاطفال اللي صار خلينا نقول لجوء للدول الاوروبية او للدول الاجنبية مثل السويد والمانيا. الاطفال كثير عم يلاقوا صعوبة بتعلم اللغة العربية لدرجة انه انا اعطيني لغة سويدية انه اقرب لللسان وسلسة جدا على المنطق اللساني، انه انا سهل كثير انه احكي سويدي بس لا تعلميني عربي. حتى صرنا نلاقي اللسان حركة اللسان عوجاء عند الطفل فما له قادر على تكلم اللغة العربية، وكثر الاطفال اللي عم نعطيهم او عم نتناول معهم اسلوب تعليم اللغة العربية اللي عم يتحدثوا لغة اخرى. حلو. للأسف ركزنا كثير على موضوع اللغة والحكي دكتورة، ولكن اليوم الطفل اللي أنا بدي علمه يحكي أو بدي علمه شلون يحكي، طب ما بده يكون عنده ثقة بنفسه لحتى هو يقدر يعبر بطلاقة أكثر أو يكون واثق من نفسه أكثر، حتى ممكن يكون بأماكن أو بمواقف يخجل فيها أو حتى مع الأهل ممكن؟ عفاف اليوم أنت هون بسبب مين؟ بسبب أكيد أبو أم دعموا شجعوا كانوا سند لك عطوكي كثير انت وصغيره لوصلتي بعمر كبير لهم. تمام. مثل ما انا مثل ما هايدي مثل ما اي شخص بالحياه هو بمكان معين نتيجه دافع اسري. اليوم البيئه الاولى الحاضنه للطفل هي ام واب. المعزز الكلامي للطفل هو ام واب. اليوم انا بالبيت اذا ما اعطيت الطفل ثقه، ما اعطيته دعم، ما اعطيته دفشه لقدام او دفع للامام، صعب كثير يطلع. كثير اهالي بتنمق على ابنها انه انت لازم تجيب العشرة، بس اهالي كثير بيجيب ابنه التسعة برافو ماما بس المرة الجاية انا بثق انه رح اجيب العشرة. فانت بهي الحالة نميتي عند الطفل القدرة ورفعتي انه انا فيما بعد رح اجيب علامة عالية، بين طفل انت وبختي مع العلم انه هو جايب علامة عليا انه انا بدي اياك هيك لانه بدي اياك تطلع دكتور. طب انا ما بدي اكون دكتور، ممكن بدي اكون طيار، ممكن بدي اكون جندي، ممكن رائد فضاء. لا تعمقي الطفل بشيء هو لا يريده. دائما مثل ما دائما بنقول انه الاهل هم الاساس. النقطه الثانيه تبع انه انا اسرد مع الطفل دائما، اتناقش معه دائما، احكي حكايه قبل النوم، حاول انه وصل معه لمرحله انه احكي لي كل شيء صار معك، لا تخاف ابدا، انا سندك، دائما بدعمك، لو صار الخطا او صار خلل معين نحن سوا بنحله وبنصححه، بس حالك صعب، لا تحكي لرفيقك لانه دائما الرفقه الحل تبعهم تبع انه اعمل هيك وخلص خبي. وللاسف الشديد كثير اطفال وصلت للهاويه نتيجه انه انا اخذ راي رفيقي، وبالذات خلينا نقول البنات والمدارس اللي خلينا نقول اللي فيها شباب دائما بتستخدم اسلوب تبع انه لا تخبر ابوك وامك في قتله من بعدها. فهون علمنا الطفل انه يخبي ويتراجع عن الاهل، مشان هيك صرنا نشوف انه الاهل صاروا يتبعوا اسلوب الضرب او اسلوب التعنيف او اسلوب عدم التشجيع، صرنا نشوف شوي الجيل لورا. تمام، يمكن حكينا كثير وركزنا على دور الاهالي بهذا الموضوع، خلينا نحكي عن دور المدرسين
المدربين والكادر التدريسي اليوم بموضوع تطوير الحصيلة اللغوية عند الأطفال يدعموا هدول الأطفال أو ممكن يساعدوهم في حال كان عندهم ضعف معين، يخبروا أهليهم؟ ده لازم يكون في اهتمام بموضوع اللغة والقراءة، ممكن يكون في مسابقات ضمن المدرسة لتشجيع هدول الأطفال على القراءة واللغة. دائما الجندي المجهول بالآلية التعليمية هي المدرس، يشكر أكيد كل مدرس ومدرسة قائم بعمله على الآلية الصحيحة. اليوم المعلمة اللي بتشوف عند الطفل حرف عم يطلع بشكل غير صحيح وبتعلمه كتير كتير بيكون سلس على الطفل الموضوع ومحبب لأنه آنسته بتحبه، بالذات إذا احتوته بضمة أو تعزيز. كتير آنسات بتشوف عند الطفل في تراجع أو تقصير بشيء معين باللغة العربية، فبتحاول تساعد وتتمم آلية التعليم عنده لحد ما توصل للدرجة الصحيحة أو المعنى بشكل تألقي. كتار قلال كمان الأشخاص اللي بتوصل معك تبع أنا مو شغلتي علمه، قول لماما، طب بلكي الأم خلينا نقول إنه ما لها متعلمة، ما لها واصلة لدرجة من الكفاءة اللي تقدر فيها تساعد ابنها، وبالذات هلأ خلينا نقول شوي الأسلوب المادي أو المعيشي شوي ضعيف للأهالي، ففي كتير أشياء لازم المدرس يقوم فيها. هي بترجع أكيد على حسب كل شخص وضميره بآلية عمله. أكيد بالختام بدنا نتشكر حوجودك معنا ولبقى طول الغيبة علينا دكتورة. أهلا وسهلا فيك وشكرا لكل النصائح والمعلومات اللي كثير انبسطت معك. شكرا لك ولوجودك حلو معنا لليوم دكتورة خنساء، نورتينا.